السلام عليكم شباب، ان شاء الله نكمل طريقة بي او كيو من سلسلة المحاضرات ام ار بي. شباب، بالنسبة لطريقة بي او كيو هي بيها مصدرين. المصدر الاول اعتقد النجار او تشيز او غيره، والمصدر الثاني هايزر. طبعا هي حسابات مو وايد تختلف، مجرد انه اكو حسابات بسيطة، حسابات هم بسيطة بس يحتاج انه تبدل بالقوانين، انه نطلع ان او هيك شيء هاي. فانا بالنسبة لي راح استخدم المصدر هايزر اللي هو مثل ما تشوفون example 6. البي او كيو هو جاي نقول احنا periodic order quantity، انه انا اخذ الاحتياج مالتي على فترة معينة، على خلينا نقول مثلا اسبوعين او 3 اسابيع او غيره. راح نشوف شلون راح نحسبها. فيقول يا بي البي او كيو مالتي يساوينا اي او كيو على average weekly usage، اوكي، المعدل الاستخدام الاسبوعي. نشوف شلون راح نطلع. فنجي على هذا المثال، هذا طبعا نفسه مثالنا مع المثال السابق. اوكي شباب، هاي افتعلنا الاكسل داخل الباوربوينت. نشوف شلون راح نطلع البي او كيو اللي هي الفتره. فمثل ما تشوفون الاي او كيو بالمثال السابق ايش كانت؟ 50 وحده. احنا حاسبينها اي او كيو مالتنا ايش قد؟ 50. اوكي شباب، كبر شويه الارقام حتى تكون واضحه عندكم. اي او كيو ايش قد؟ 50. اجي شنو احسب الافريج ويكلي يوزج. خلينا نعدلني شويه اللي هي باراميتر مال السؤال. شوف انا هنا جيد، انه انا شو اريد؟ اريد الويكلي يوزج اللي هو ايضا نفسه المعدل الاسبوعي. احنا عرفنا شلون نحسبه بالاسبوع الماضي مقسوم على جيد على 7. هاي طبعا حسب هايزر. في البي او كيو ايش راح تساوي لنا؟ بره حتى تبين عندكم. يقول يابا القانون مالته شو يساوي لي؟ اي او كيو مقسوم على الافريج يوزج. اوكي شباب، افريج يوزج هو مجموع الكروس ريكويرمنت، مجموع جي ار مقسوم على عدده، فهذا مجموعه مقسوم على 7. اوكي، راح يطلع لنا هاي. إذن الـ BOQ ايش راح تساوي عندنا؟ يساوينا الـ EOQ مالتي مقسومة على يمن على الويكلي افريج. ايش راح يطلع؟ بوينت ايش قد؟ خلينا نكبره. أنا راح أقربها أقول 2، فراح يصير عندي الفترة مالتي 2 أسبوع. أوكي شباب، 2 ويك. فراح نجي هنا، بما انه قلنا 2 ويك يعني اخذ مجموع الاحتياج مالتي 2 اسبوع. طبعا شباب نفس هاي العظمة هنا خلينا نكتب بي او كيو. فنجي هنا نباوع اقول يابا اول فقرة البي او اتش قد عندي؟ 5. والاس اس ايش قد هو مطلوب من يمي؟ 5. فاقول يابا ما اتلاعب للسهولة والبساطة بقى شباب، 5 فارزة. بدي اسوي هاي اللون الأحمر، اسويها كلهن أحمر. كلهن نزلت الخمسة مال خزين الأمان على كل الأسابيع حتى لا تخطئني. هاي أيضا طريقة هم نعتمدوها في بالكم. اجي اقول يابا انا الاحتياج مالتي اسبوعين، هاي الاسبوعين بقى شباب اثنيناتن خليهم باللون الاصفر، او لا نخلي الاسابيع ذني الاسبوعين. هذا انا هنا اريد اوصلكم ان تحلون بدون قوانين. ايش قد مال اسبوعين؟ اقول يابا 20 زائد 30 50. اس ار خلال الفترة عندي اي عندي ايش قد؟ 5. السد لي لو لا اي سد لي 5 ناقص 50 45. اذا شو اقول؟ اقول يابا ال ان ار مالتي 45. انتبهوا شباب، البي او كيو اني احسب احتياجي لفتره، حسب هذا السؤال فتره مالتي اسبوعين، فالاحتياج مالتي جي ار 20 زائد 30 50. اوكي، من قلت 50 ما اجي راسا انزل بالان ار، اشوف عندي خلال هاي الفترة في الشيء يسد لي، كأن يكون SR BOH
بي او اتش ما عندي، الخمسة هي مجرد سدد خزين الأمان، لكن الاس ار عندي خمسة، السيليو لا ايه. شوف شلون راح نتأكد من حنة البي ار قد اطلب 45، هنا راح يصير الشغل مثل لود فور لود. اوكي فاقول ياب هنا الان ار مالتي 45، هنا البي ار 45. شباب انتبهوا، بالأمثلة السابقة كنا نطرح البي ار من الان ار يطلع لنا بي او اتش، الان لا، هاي طريقة الحل السريعة. اقول يابا هاي الان ار هي تمثل لي احتياج اسبوعين، فانا ما يصير رأسا اقول 45 ناقص 45 صفر، اقول ما دام تمثل لي احتياج اسبوعين فش اقول 45 ناقص 20 ايش قد 25، هاي راح ينزل عندي بالخزين 25 يوم تحت اليد. شوفوا شباب شلون راح يصير، نتاكد من حنا انه حنا ضبط. من اجيت الاسبوع الثاني ايش قد عندي خزين تحت اليد متاح 25، والاس ار 5 ايش قد صارت 30، احتياج الاسبوع الثاني 30 راحت براحت، ايش راح يصير؟ تبقى عندي صفر متاح تحت اليد. ليش شباب انا سويت هيك شيء؟ اكتب الصفر هنا راح نتاكد. ملاحظه البي او كيو والاف بي ار لازم نهايه الفتره مالتي يطلع صفر، انا الفتره اسبوعين من اجيت حساباتي بالاسبوع الثاني ايش قد؟ صفر. البي او اتش صفر. راح اعيد الملاحظه، اجيت حسبت جي ار مالتي خلال فتره اسبوعين 50، عندي اس ار خلال هاي الاسبوعين اي ايش قد؟ 5، ان ار صافي ايش قد؟ 45، البي ار ايش صار عندي؟ 45 نفس الان ار. ليش؟ لان طريقه بي او كيو. اجيت اريد احسب البي او اتش ما راح اقول الطريقه السريعه هذا ناقص هذا راسا، لا، لان هاي 45 مثل لي احتياج لفترتين، الفتره ما تلعب اسبوعين، فراح اقول يابا 45 ناقص مال الاسبوع الاول 20 طلع 25، 25 زائد اس ار 5 30، 30 ناقص 30 صفر. شلون تاكدت حلي صحيح؟ نهايه الفتره مالت الاسبوع الثاني صفر. راح اجي اسبوع ثالث رابع ايضا سويه بقى الحل السريع، 15 زائد 20 35، 35 عندي بهذا الاسبوع اس ار اي عندي شكد 10. اوكي 35 ناقص 10 شكد 25، اذا ان ار مالتي 25، اشتد لاحظ هنا 25، اقدر رأسا اقول 25 ناقص 25، لا اقول يا ذا البي ار مالتي 25 ناقص منين؟ 25 من الاسبوع نجي ار، ايش قد راح تبقى عندي؟ 25 ناقص 15 10. اوكي هاي خزين شنو؟ متاح تحت اليد. اوكي اجعل الاسبوع يعني الاسبوع الرابع هو، لكن فتره داخل فتره مالتي الثانيه، ايش راح اقول؟ يا بعد هنا 10 اقدر استخدمها، 10 بالاس ار 20 ناقص 20 صفر، هاي الصفر. اوكي شباب احنا نجي ناخذ شغله، هاي الفتره بما انه استخدم طريقه بي او كيو، طبعا شباب هاي بيها اكو رايين. الراي الاول يقول يا بالاف بي ار ما دام الطاني ثابت، هاي طريقه اف بي ار، يقول اخذ الاسبوع الماضي، لكن بي او كيو ما اخذه، فلذلك اجي على الفتره الثانيه مالتي الاسبوع الخامس 25، الاسبوع السادس صفر تحت عبره اتجاوزه، الاسبوع السابع ايش قد؟ 70. اوكي فاخذ الخمسة وعشرين والسبعين، فراح يصير هاي الفتره مالتي. اوكي شباب هذا رايي شباب، اتذكروا خلي شويه لون فاتح حتى يبين عندكم. شباب اكو راي اخ يقول يا بان بالاسبوع السادس ما عندي احتياج صح، لكن عندي شنو؟ اس ار. لكن هذا رايي يعني ما اعتقد، انا شايفه مره واحده يعني يشوف حل واحد، فما اعتقد يعني صحيح. فما انه انا الاسبوع السادس جي ار مالتي صفر، فاقول يا بالفتره مالتي صارت الخامس السابع، اجي 25 زائد 70 ايش قد صارت؟ 95. عندي خلال هاي الفتره اس ار اي ايش قد عندي؟ 5، 95 ناقص 90 5 ناقص 95 90، فاقول يا هنا الان ار مالتي ايش قد؟ 90، بي ار مالتي ايش قد؟
90. من اجي اريد ادز اقول اجي اريد احسب بي او اتش اقول يابا مو اقول 90 ناقص 90 لا نفس الملاحظه 90 ناقص 25 ايش قد راح يصير عندي 65 اوكي شباب اجي على الاسبوع اللي ورا عندي جي ار لا 65 اقدر استخدمها وجدني 5 من الاس ار ايش قد صارت عندي 70 جيد اجي اسبوع السابع جي ار مالتي 70 عندي اس ار لا لكن بي او اتش ايش قد عندي 70 اوكي ف 70 ويا 70 تروح يعني شنو الخزين مالتي سد الاحتياج هاي صفر اوكي شباب هذا هاي بعد ما عندنا لا ما عندنا شباب طبعا اللي بي او ار هو مجرد انهم ترجعون دي تايم واحد اثنين مطيكم ثلاثة كان يكون فهاي مجرد هنا 45 راح ترجع هنا 25 يصير هنا لان انا كاتبة واحد بهذا المثال هنا يصير 90 وهاي طبعا شباب الفيديو الاخير ان شاء الله راح يصير على اللوفات بالطرق وكيفية حساب الكلف كلها فهم بسيطة احنا نحسب البي ار ونحسب المين البي او اتش يعني كلها بالامابي همينة جدا بسيطة هاي بالنسبة لي طريقة بي او كيو